معايا؟ تمام. يبقى أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي الدوال المثلثية. طيب بص كده، أنت عندك الأول هبدأ لك بالجدول اللي تحت في الدوال المثلثية. أنا مش عايزك تحفظ لي الجدول ده. الناس بتاعت زمان قبل ما يخترعوا الآلة كانوا بيحفظوا لك الجدول ده، يعني ساين 30 بنص، ساين 60 بجذر 3 على 2. مش أنت معاك آلة وبتخش الامتحان بآلة؟ طيب كل اللي عليك اللي أنت هتكتب على الآلة ساين 30، فهتلاقي النص طلع معاك، فبالتالي أنا مش محتاجك تحفظ لي الجدول ده أصلا. تمام، يبقى الجدول ده معناه الآلة بتغني عنه. طيب نبدأ نتكلم بقى على الدوال المثلثية اللي عندي. الدوال المثلثية زد بيديك مثلث زي ده كده معايا. المثلث ده أهم نقطة فيه إن هو قائم الزاوية. قائم الإيه؟ الزاوية. ويديك زاوية أنت مش عارفها بقى، الزاوية دي بكام؟ اسمها سيتا. اسمها إيه؟ سيتا. أنت مش عارف دي بكام. طيب المثلث ده اسمه إي بي سي أو إيه؟ بي سي مثلا. حلو كده مثلا. طيب وجا قال لك ايه؟ انا الاطوال بتاعت المثلث ده الاي بي ب 3، البي سي ب 4، الاي سي ب 5 مثلا يعني. تمام، بديك اي ارقام. طيب عايز تحسب لي حاجه اسمها جا الزاويه او ساين الزاويه. طيب الساين يا زاد، الساين يا زاد حفظها بسيط جدا. ايه هو؟ مش دي الزاويه بتاعتك؟ المقابل طيب على المجاور، ثلاثة على المقابل، خمسة. لا لا لا، المقابل على الوتر. طيب ده المقابل، ده اللي في وش الزاوية صح؟ كام اللي في وش الزاوية المقابل؟ ثلاثة. 3. طيب يبقى بتساوي 3 على الوتر. بص بقى الحتة دي، الوتر، الوتر هو الضلع المقابل للزاوية 90. من الضلع المقابل للزاوية 90 عندك اسمه ايه؟ خمسة. ايوه 5، اللي هو اي سي. خمسة. حلو قوي، شكرا. يبقى انت كده قلت المقابل على الوتر. المقابل على الايه؟ الله. اهو قال لك المقابل على الوتر. طيب نيجي للكوزاين، نفس المثلث اهو، اهي نفس السيتا ونفس ال 90 درجه والدنيا معاك 100 100. و3 4 5. طيب واحده واحده كده ونرجع نكمل. جيت قلت لك انا عايز كوزاين جدا الزاويه، ساعتها بقى مش المقابل المقابل على على الوتر، لا 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 لا، المجاور. المجاور، المجاور المجاور، المجاور اللي جنبه. تمام كده اهو، يبقى 4 على الوتر اللي احنا لسه قايلين خلاص عليه واعتمدناه ان هو كام؟ 5. في خمس. مشكلة كده حتى الآن؟ يبقى ده كده لا الساين والكوساين. طيب آخر حاجة عندك اسمها تان، ذا الزاوية. تمام كده. طيب تان سيتا المقابل عبارة على عن ايه بقى؟ المجاور. المقابل على المجاور، يعني اللي في وشها كده اهو اللي هو ده على المجاور اللي هو ده. صعب الكلام؟ هتطلع 3 على 4 على الأرقام اللي أنا كنت فاردها لك. في مشكلة؟ طيب الكلام هنا بيبقى كلام في الصفحة دي زي ما قلت لك كده كلام تافه خالص. حفظ. في مشكلة كده؟ يعني دي بالآلة لا ودي أنت حفظت القانونين، مقابل على وتر، مجاور على وتر، مقابل على مجاور، وشكرا. تمام؟ لو مش فاهم قول صحيح عيد. ليست. لو مش لا فاهم انا فاهم عيد. دول. طيب بص بقى الحته في دي بقى اللي هي في صفحة 19 جاي لك، جاي لك اللي هشرح مش لك كل فاهمها. الورق اللي انت بعته. تمام. طيب لو انت بقى معاك مثلث كده زيت، خد بالك بقى ايه، يعني انا هحاول اجود لك شويه او مش هجود لك، ايه دي الافكار يعني اللي هي الطبيعيه اللي بتيجي. بص اسمه اي بي سي، وادي السيتا اللي هي الزاويه اللي انت عايزها. حلو كده. طيب الزاويه دي قال لك دي ب 3، حلو، ودي ب 4، تمام. وساب لك الاخيره دي انت ما تعرفهاش. طيب بالعقل كده زياد، لما هو ما يدكش حاجه زي دي في مثلث قائم، ما يدكش ضلع يعني. طيب هبص الاول، الضلع ده وتر ولا مش وتر؟ ده وتر ولا مش وتر؟ الضلع ده وتر. قال لك بتعمل حاجه بسيطه جدا، بتعمل جذر الرقمين اللي عندك دول تربيع، 3 تربيع. تمام كده، استنى كده امسح الحته دي. خلاص مش عايز الجومة بقى، عايزين نرجع نكمل كتاب. هي علقت على الجومة ولا ايه؟ طيب اهو نكمل. جيت وقلت لك ايه؟ الضلع اللي انت عايزه ده انت ما تعرفوش، فهتقوم انت شددت جذر 3 تربيع،
زائد 4 تربيع، هتحسبها هتطلع معاك بخمسة. المهم ان انت دلوقتي عرفت لما يبقى معايا الوتر مش موجود بتقول الضلع ده زائد الضلع ده، ده تربيع وده تربيع والاتنين تحت الجذر، في مشكلة كده؟ طيب جميل أوي. طيب نرجع نكمل الصفحة دي، مفيش مشكلة فيها أعتقد، يعني الكلام واحدة واحدة قلنا قبل كده. طيب الصفحة التانية، هو ايه الساين والكوساين ده بقى؟ الساين والكوزاين اللي هو لسه قايلهولك، اللي هو مقابل على الوتر والمجاور على الوتر، قوانين موجودة عندك في الآلة بالعربي اسمها جا الزاوية وجتا الزاوية، تمام كده؟ صفحة 18 بقى طيب العنوان بتاعها ايه؟ الدوائر المثلثية لأي زاوية. الدوال المثلثية لأي زاوية، حاضر. 19 هي أنا بقلب أهو، أول ما تلاقي قول لي. دول بس اللي انت بعتهم ازاي؟ ايه بعد تاني؟ عملت ايه في الامتحان الاولاني صحيح؟ يعني لا مش يعني، يعني احنا عملنا حصة وبتاع وتقول لي يعني جابوا مقري، انت عملت ايه؟ حليت اللي انا عارفه. يعني الدنيا معاك تمام، هتعدي وتبقى درجة كويسة ولا ايه الدنيا؟ بإذن الله ان شاء الله ان شاء ان الله، شاء انت الله. ده عشان وانا انا واثق حليت فيه. التعريفات جدع كده، حليت يعني الأرقام طلعت معاك بعتها. ولا عصلجت؟ لا لا، المسائل في المسائل على القوانين بتاعتها اللي كنت عارفها حلتها. الدوال المثلثية لأي زاوية زائد، حلو كده؟ لو أنا معايا زاوية، تمام كده؟ طيب الزاوية دي عبارة عن إيه؟ الزاوية دي هي المكان اللي ما بين ضلعين، تمام كده؟ المنطقة اللي ما بين ضلعين. لو أنت جيت كده بتتكلم مع بابا أو ماما في البيت فبيقول لك الزاوية بتاعت الإيه؟ بتاعت الأوضة ديت، يعني الركن، تمام كده؟ اللي ما بين حطين، تمام كده؟ نفس الكلام، أنت معاك ضلعين فهي الزاوية المكان اللي ما بينهم، فبيقول لك يمكن تعريف الزاوية عن طريق نقطتين، نقطة اسمها إكس ونقطة اسمها إيه؟ واي. يبقى معاك انت تعرف الزاوية عن طريق نقطتين، حاجة اسمها اكس وحاجة اسمها واي. طيب هنفهم يعني ايه اكس ويعني ايه واي. قال لك الاكس دي اللي هي بالنسبة لي بتمثل الكوزاين، اكس اللي هي بتمثل الكوزاين، زين والواي اللي هي بتمثل الساين، والواي صاين اللي هي تاء بتمثل الايه؟ الساين. طيب صاين سواء كوزاين او ساين او تان، مش دي كده في الاول وفي الاخر زوايا يعني؟ هي اللي هي سيتا يعني، اللي هي زوايا. طيب قال لك حاجة واحدة كده لسه قايلها لك، لو أنا دلوقتي يا زياد، لو أنا يا زياد دلوقتي معايا الإكس ومعايا الواي، يعني معايا النقطة دي والنقطة دي، قال لك لو أنت ربعت تمام. النقطة دي والنقطة دي وجمعتهم على بعض هيطلع لك آر تربيع. آر إيه؟ آر تربيع، في مشكلة كده حتى الآن؟ لا طيب تعالى بقى نحسب الساين، نحسب مين؟ الساين. قال لك الساين سيتا، الساين سيتا بتاعتي عبارة عن واي على الار، واي على ايه؟ على الار، واي على الار، واي. طيب والناحية التانية الكوزاين عبارة عن اكس على الار. طيب انا هفسرها لك واقول لك جت منين بحيث ان انت ما تبقاش حافظ بس تبقى حافظ وفاهم. انا دلوقتي يا زياد معايا حاجة بالمنظر ده، معايا مثلا دايرة، جميل،
والدايره ديت في ار اللي هو نص قطر وصل لغايه هنا كده اللي هي المركز بتاعي، في مشكله؟ طيب مش ده مايل؟ لا يعني لو دوت بالنسبه لي مش ده مايل كده على الايه؟ مايل على الوتر. طيب ومش هو مايل على الوتر بزاويه؟ طيب والزاويه دي اسمها زيتا؟ امبارح معاك في الاستاتيكا والديناميكا اتفقت معاك في حاجه، قلت لك اي حاجه مايله بيحصل فيها ايه؟ بننزل بخط عمودي. لا 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 ده كده هبد، ده اي حاجه مايله بنحللها. ايوه هي دي اللي انا قصدي عليه. ايوه اي اسمها نحللها مش ننزل عليها بخط عمودي، تمام كده؟ طيب جينا نحللها ازاي؟ مش انت معاك ده اكس وده ايه؟ كده وده واي. واي. طيب الاكس والواي ده محور اكس ومحور واي، مش كنت باخد القوة وبقول لك اللي مع الاكس دوت او مع السيتا يعني كان بيبقى ار كوزاين او اف كوزاين سيتا؟ يعني انت عندك الاكس هنا بتساوي مين؟ ار كوزاين. اركو زي طيب والواي بتساوي مين؟ اك ار ساين. ار ساين. حلو قوي، هو نفس الكلام عمله هنا، قال لك ان انت عندك الار، الار في الساين سيتا، الار في الساين سيتا بتساوي مين؟ بتساوي واي. وقال لك ان انت عندك الار في الكوزاين سيتا بتساوي الاكس، تمام؟ انا فهمتك هي جت منين، تمام بس من الاخر كده، من الاخر انت عايز ساين يبقى واي على الار، عايز كوزاين اكس على الار، في مشكله كده؟ لا طيب جميل قوي. التان، التان بسيطه قوي بقى، مش انت معاك واي ومعاك اكس؟ يعني رقم للواي مثلا نقول ب 4 ورقم للاكس نقول ب 2، يبقى انت الحوار بسيط جدا، هتقول 4 على 2، هتقول ايه؟ تمام اربعة اثنين 4 على 2. طيب هو عطيك مثال وبيقول لك يلا بينا كده حل ووريني شغلك، بيقول لك ايه؟ انا معايا نقطه اسمها بي، عباره عن 1 وجذر 3، 1 وايه؟ وجذر 3. بجذر اتفقنا ان ثلاثة اول رقم ده بيمثل الاكس ولا الواي؟ الإكس الاكس. احنا بنتكلم انجليزي وبنكتب انجليزي، فاول حاجه عندي هي الاكس وتاني حاجه هي الايه؟ الواي. طيب الواي خلاص عرفت ان دي الاكس والواي، جيت قلت لك انا زياد عايز الساين والكوزين والتان، واحده واحده كده، ومش عايز بالله عليك هب، ابسط حاجه هنجيبها الاول اللي هي التان، ابسط حاجه هنجيبها الايه؟ تاني اللي هي واي على الإكس واي على الاكس. يعني جذر 3 على مين؟ على واحد على 1 بجذر 3، اهو جذر 3 على 1 بجذر ايه؟ 3. صعبة؟ ثلاثة. طيب لا جميل قوي، يبقى انت التان بتقسم الواي على الاكس. طيب نيجي بقى للحتة اللي بعدها، انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الكوزاين، عايز اجيب زي اكس على اور الكوزاين. طيب قال لك الكوزاين عبارة عن اكس على مين؟ على الار. معاك الاكس على اور بكام؟ واحد. حلو، يبقى انت دي كده بواحد. طيب هسألك سؤال بقى مهم مهم، هل معاك الار؟ هل معاك الار؟ لا لا، يبقى لا انت محتاج تجيب الار، محتاج تجيب مين؟ الأور. طب هتسألني سؤال، هو انا الار دي بتتجاب منين؟ هقول لك بص ايوه كده جيبها فوق، ازاي بقى؟ بص 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 بص، الحتة دي قانون كده غلبان موجود فوق انت ما خدتش بالك منه، بيقول لك ان الار تربيع عبارة عن اكس تربيع زائد مين؟ زائد واي تربيع. طيب هل انت معاك الاكس؟ معايا الاكس والواي. حلو، الاكس بكام؟ مليني. الاكس بواحد واحد تربيع تربيع بواحد زائد الواي بجذر 3 تربيع. نازل الواي بتسعة. يا عمي يا عمي بقول لك جذر 3، جذر 3 تربيع مش 3 تربيع، جذر 3 جذر تربيع يبقى جذر تسعة. يا ابني. بص الجذر بيروح مع الجذر، يعني ايه الكلام ده؟ بص يا زياد، مش دوت جذر وفي تربيع بيروحوا مع بعض، يعني بيتبقى لك اللي تحت الجذر، مين تحت الجذر هنا؟ ثلاثة. 3. طيب انت مش عارف اللي انا قلته ده، اكتبها لي على الآلة، امسك الآلة دلوقتي وانا بكلمك وافتح قوس كده واكتب جذر 3 تربيع وشوف كده الناتج كام. طلعت بثلاثة. طلعت ب 3. حلو كده، يعني انسى حتى الكلام اللي انا قلته لك من باب الفهم، لو انت عايز يعني ما تتلخبطش او ما تقعش في حاجه اكتبها على الاله على طول، جذر 3 تربيع هتطلع معاك ب 3، تمام؟ تمام طيب 1 زائد 3 بكام؟ ب 4.
بأربعة. طيب ار تربيع باربعة، هل انا عايز ار تربيع ولا عايز الار بس زيادة؟ الأر بس. عايز الار بس. يبقى انت هتقوم شدد لي جذر هنا كده وجذر هنا كده، يبقى الار الواحدة باتنين، الار اثنين. الواحدة اثنين. باتنين. صعب الكلام ده؟ يبقى لا. انت طلعت الار، بص بص هكتبها لك فوق، الار طلعتها انت بكام؟ الأر طلعتها باثنين. باتنين. تعال بقى نرجع للقوانين بتاعت الساين والكوزاين. يبقى انت كنت بتتكلم دلوقتي على الكوزاين عبارة عن اكس على ار، صح؟ على أر. طيب الاكس معاك بكام؟ واحد على اثنين. والار باتنين، يبقى واحد على اتنين. جميل قوي. طيب تعالى كده للساين، عبارة عن واي على الار، الواي انت لسه الأر موجود عندك فوق اهي جذر بكام؟ ثلاثة. جذر تلاتة. يبقى جذر جذر تلاتة على ثلاثة الار اللي هي بكام؟ الأر اللي على الاثنين. بس جذر تلاتة على اتنين، او جذر تلاتة على اتنين. صعب الكلام ده؟ طب مستر، هو انا ازاي بعرف اللي هو عايز مثلا المسألة دي؟ ازاي بقى نحلها كده؟ مش هقول لك فاهم. يقول لك ايه، معاك نقطة اسمها بي زي دي كده، تمام؟ احداثياتها تمام. 5 و6، 10 و12، ايا يكن الرقمين. اوجد لي جذر زاوية او ساين سيتا وكوساين سيتا وتان سيتا. بس هيجي يقول لك انا عايز دول، او يجي يقولها لك بالعربي كده، احسب لي الدوال المثلثية للزاوية. يعني ما قالكش انا عايز ساين وكوساين وتان، لا سابها لك عايمة، قال لك انا عايز الدوال المثلثية. ففي واحد يقوم باصص في الامتحان كده يقول لك ايه ده؟ ايه الدوال المثلثية دي؟ هو انا اخدت حاجة اسمها كده؟ طب انا خلاص سمعت الاسم ده قبل كده، ايه هي بقى الدوال المثلثية؟ الدوال المثلثية زيادة اللي هو الساين وكوساين وتان. معايا؟ تمام ساين تمام وكوساين وايه؟ وتان. فلو اوكي. انت مش حافظ القوانين هتلبس، فاتمنى ان انت تبقى حافظ لي القوانين بتوع الثلاثة لا دول. حفظتهم خلاص. بالله عليك، مش الساين، عايزك تغلط فيهم الساين بكرة. واي على ار، الكوساين اكس على ار، بص التان دول اهم واي على حاجه، اكس. دول مفيش يعني اهم منهم، وطبعا القانون اللي فوق بتاع الار تمام يعني. تمام عرفته نعمل خلاص خلاص. واضح كده الكلام؟ انت لو انت بتذاكر لخص لي الاربع قوانين دول تحت بعض، اول ما تلاقي سؤال زي كده ترشق الاربع قوانين وتبدا تعوض. تمام واضح؟ واضح. طيب جميل قوي. بص بقى الحته اللي بعدها بيقول لك ايه بقى، اشارات الدوال المثلثيه دي بقى عايزك والنبي تركز معايا فيها، حته مهمه تمام ومش بتلخفن، بس لو ما ركزتش فيها هتلخفن. مش انت دلوقتي معاك محاور اهو، اربع ارباع، ربع اول، ربع تاني، ربع تالت، ربع رابع، ثالث. صح كده؟ طيب مليني كده الربع الاول من كام لكام، الزوايا بتاعته من كام لكام ازاي الربع الأول من الزوايا يعني، من من هنا لهنا؟ 30 بص بص، لا يا راجل يا طيب، 30 30 ايه؟ 30 ايه؟ من 0 ل 90. من صفر 0 ل 90 ل 90. حلو كده. طيب والتاني؟ ومن 90 ل 180. 180. من التالت؟ من 180 ل هنا كانت كام؟ 200. لا 270. 270. طيب اخر حاجة، والثالثة 360. جميل قوي. انت كده قلت الزوايا اللي بتحدد كل ربع من الاربع ارباع بتوعي. جميل. طيب لا ركز بقى في الخطوة الجاية. الخطوة الجاية انا مش عايزك تحفظ الكلام اللي موجود هنا، ربنا كده ايه اعطانا العقل فاخترعنا اختراع اسمه الآلة. هو بيقول لك ايه، هيجي يسألها لك كده ازاي، بيقول لك الرقم الفلاني ده في الربع الاول موجب ولا سالب؟ بمعنى جيت وقلت لك يا زياد رقم 85، الزاوية اللي مقدارها 85، حلو كده؟ الأول. طيب انت قلت ربع ايه؟ ربع اول. جدع، ربع اول. حاجة اسألك بقى، الساين بتاعتها موجبة ولا سالبة؟ طيب ليه اوجع دماغي واقعد احفظ هي موجبة ولا سالبة؟ طب ما انت معاك الآلة، اكتب كده عليها ساين 85 وشوف الناتج اللي هيطلع. موجب يبقى موجب، سالب يبقى سالب، صح كده؟ هي طلعت بصفر اصلا، يبقى موجبة. صفر ايه يا ابني؟ اقول لك احسب كده، احسب ساين 85. ايوه والله، ازاي يعني؟ والله جت لي بصفر بوينت 99. 0.99؟ لا لا لا، في غلطة عندك. والله لا انت تصورها لي المهم وتبعتها لي. طلعت موجب. المهم انت لو كتبتها على الآلة، لو كتبتها على الآلة هتطلع معاك تقريبا يعني ساين 85 سالب 17 من 100، تمام كده؟ يبقى انت عندك قيمة الساين ايه؟
سالبة. معايا؟ تمام. طيب سالبة دي يعني هي سالبة كلها اهي. يبقى هي سالبة في الربع الأول، ما الرقم دوت موجود في الربع الأول. جرب رقم تاني كده، ساين مثلا 65. لا في حاجة غلط في النقطة دي، في حاجة غلط، في حاجة مكتوبة غلط هنا. وريني كده اللي انت بعته. انا بقول لك في حاجة غلط. بس برضك طلعت بصفر، ولا مش حاجة ولا ايوه ايه؟ ايوه ايوه يبقى الغلطة عندي انا، معلش الغلطة في الآلة اللي عندي. بص ساين 85 موجبة، بس انا استغربت ايه الرقم السالب اللي طالع يعني. بص ساين 85 بالرقم اللي انت بعته طلعت لي صح؟ بصفر صح؟ اي لا لا، اللي هو تمام. 0.99 ده صح كده، ده الرقم اه الصح مش انا السالب اتفق. اللي كان طالع معايا. طيب تمام طلعت معاك بموجب صح؟ طيب جرب رقم تاني كده زاد، يعني من 0 ل 90، جرب مثلا ساين كده 70 75، جرب. المهم الرقم اللي انت تجربه يبقى ما بين الصفر وال90، وقول لي هتطلع معاك موجب ولا سالب. ساين 90 طلعت لي بواحد موجب. طيب بموجب صح؟ طيب جرب مثلا اه ساين 70. طلعت لي بموجب برضه. موجب. يبقى المهم ان انت عندك هنا لما بتيجي تعوض ما بين اي رقم ما بين الصفر وال90، الرقم اللي بيطلع لك ايه؟ موجب. حلو الكلام ده؟ في مشكلة؟ طيب نيجي بقى عوض بالكوزاين نفس الكلام، يعني خد كده اي رقم من الصفر لل90 تمام. وحطه هنا كده قدام الكوزاين، وشوف كده النتيجة اللي هيطلع معاك بكام. هتلاقيه موجب برضه. جرب كده رقم ولا حاجة من عندك عشان تتأكد، هتلاقيه ايه؟ موجب. يبقى انا موجب. يهمني ما تحفظ ديس كده الكل، اللك والعدن والحاجات ديت كلها، لا انا عايزك تحفظ لي حاجة تانية خالص. ايه هي؟ ان انت لما طب يجي يقول لك هي بتقع في انه ربع، بتاخد الرقم وتعوض بيه. معايا؟ واضح؟ طيب جيت يا زياد وقلت لك ايه؟ معايا تان 120، النتيجة اللي هيطلع موجب ولا سالب؟ متتعبش دماغك خالص، هتمسك الآلة وبتكتب سالب. النتيجة سالب أهو، سالب جذر 3 على الواحد. طيب هيديك حاجة تانية، بص بقى الحتة دي، الحتة دي مهمة، الحتة دي مهمة. بيقول لك أوجد إشارة قيم الدوال التالية، أوجد إشارة قيم الدوال التالية، يعني هو عايز يعرف الحاجة دي موجب ولا سالب، موجب ولا إيه؟ سالب. طيب أنت هتمسك كوزين 60، اكتبها كده على الآلة وقول لي الناتج اللي طلع موجب ولا سالب. ساين 60 طلعت بموجب. بموجب اهو. طيب ساين 300، انت الاله معاك المفروض يعني الدروس دي كلها الدنيا تظبطك لو انت سالب. فاهم استخدام الاله. سالب اهو. طيب كوزين 210 سالب. سالب. طيب تان 120 سالب. بس، يبقى انت معاك الآلة بتبسط لك الدنيا. يبقى كل الكلام اللي فات دوت زي ما قلت لك في الأول وفي الآخر ايه؟ آلة، بالآلة. ما فيهوش أي إبداع ولا فيه أي قوانين. انت الآلة هي اللي بتطلع لك الإشارات وبتطلع لك الأرقام وبالتالي بتطلع لك الأرباع بتاعتك. تمام؟ وضحت؟ في ايه تاني؟ في صفحة 18 انت بعتها لي ولا لأ؟ كده بقى. لا دي مش موجودة دي. طيب ابعتها لي يا ابني. حاجات المهمة اللي أنا قبل كده ما قلتهاش ليك تبعتها لي، بحيث إن أنا إيه أقولها لك. النظام بتاعت فيغا فورست. لا احنا فيغا فورست، لا احنا عملناها. وريني وريني شوف. طيب دي فيزا غورس اللي أنا لسه قايلها، هقولها لك تاني. بص انت دلوقتي معاك مثلث، حلو كده معايا؟ تمام طيب المثلث ده قائم الزاوية معاك. اه A B C. تمام. طيب ال A B C ده قال لك انت عندك دي الزاوية بتاعتك، الزاوية دي بكام؟ قال لك الزاوية دي انا مش هعطيها لك، انا عايز الزاوية دي مثلا. خليني كده ايه على نفس المثال اللي هو هعطيهولك عشان ايه؟ عشان لما تيجي تراجع يعني.
قال لك دي بخمسة ودي ب 12 يا زياد. طيب انا دلوقتي طالب منك تقول لي ساين ثيتا وكوزاين وتان، مليني كده هتعمل ايه؟ اول حاجه الساين، لا الاول اجيب بس طيب الوتر، قول لي كده. ايوه جدع، بص انت كنت هتخش كده بغشوميه وتقول انا لي ايه؟ اجيب الساين والكوزاين على طول. لا طيب الوتر بقى. الوتر افتح جذر كبير ايوه جذر كبير اهو، خمسة خمسة باور تو باور 2 تربيع. ايوه زائد بلس 12 باور تو تربيع، 12 تربيع ايوه صح 24 فهمت. 24 25 لا زائد مش 24، بطل هبد هتطلع كده واكتبها على الآلة. انا مش بقول لك تايمز 48. ولا 48 يا ابني، ولا 48، اكتبها على الآلة، اكتبها على الآلة، هتطلع ب 13 بس اكتبها على الآلة. اه 13 صح كده، يبقى الوتر ب 13. يبقى الوتر ده ب 13. طيب جميل قوي، احنا كده جبنا مين؟ الوتر. يلا بقى ساعتها تقوم جايب لي الساين والكوزين الوتر والتان، جيب لي يلا الساين والكوزين والايه، الله الصين قول لي بقى الصين الساين. المقابل المقابل على على الوتر الوتر. طيب المقابل للزاويه، اوعى تغلط، تبص على الزاويه وتبص 5 مين على في وشها. 13. انا عارف والله ان انت هتغلط، انا المره دي مغير لك مكان الزاويه. بص حاطط لك الزاويه فين، كل مره بقوم حاططها هنا، المره دي غيرتها لك هنا. مين بقى اللي في وش الزاويه المره دي؟ 12 12. يبقى 12 على 13. شفت بقى انا زاويتك ازاي؟ يبقى انت تاخد بالك من مكان الزاويه، بلاش تعتمد ان هو دايما هيدالك هنا. ها طيب نكمل، قول لي تمام. الكوزاين المجاور. يلا الكوزين المجاور على الوتر، المجاور على الوتر، المجاور على المجاور على الوتر، المجاور بكام؟ المجاور بخمسة 5 على 13. على 13. طيب يلا التان بقى آخر حاجة، تاني المقابل على المجاور المقابل على المجاور، المقابل اللي هو 12 على المجاور اللي 10 على هو خمسة. 5. صح كده، شكرا، هو ده اللي هو طلبه. طيب اتحل ازاي الكلام؟ تتحل تمام اللي انت اول حاجه جبت من فيثاغورس الوتر، وبعد ما جبت الوتر بقى معاك الثلاث اضلاع، تقدر تجيب الساين والكوزاين والتان. صعب الكلام؟ طيب ايه اكتر حاجه انت واقف فيها تاني بعد دول؟ تمام كده. لا ما في، دور على حاجات تانية لو في نقط تانية مش فاهمها. هي علم، هي مثال اللي تحتها دي زي هي هي اختها، اختها بالظبط. تعالى كده نحلها بأرقامها. تعال. بص بيقول لك ايه، انت معاك مثلث بالمنظر ده زياد، جميل. طيب ادي قائم، وادي دي اسمها اكس، وادي دي واي، وادي دي زد. قال لك ايه؟ قال لك اللي فوق دي ب 30، الزاوية دي بكام؟ 30 طيب واللي تحت أكيد هتبقى 60، الباقي عشان مجموع المثلث 180. طيب جميل أوي، أدي 180 60، حلو أوي. قال لك دي ب 4، دي بكام؟ 4 ودي الوتر ب 8. أنا عايز أحسب بقى الضلع ده، مش عارف هو بكام. معايا؟ معاك. أول حاجة هنعملها، هل هنا انا عايز الوتر ولا عايز ضلع تاني غير الوتر؟ انا عايز الوتر، يا راجل طيب، والتمانية دي شفافة؟ عايز، لا عايز، عايز دلع. حلو، عايز ضلع، جميل قوي. لما عوز اي ضلع غير الوتر يا زياد، اي ضلع غير الوتر، بقوم كاتب الوتر تربيع، تمام كده، زائد ولا ناقص بقى المرة دي؟ ناقص ناقص ناقص، تمام كده، الرقم التاني. في مشكلة؟ يعني الوتر بس هو اللي بيبقى الوتر بس عشان بالزائد. تجيبه يبقى زائد. طيب مش عايز تجيبه، عايز تجيب اي ضلع تاني، تعمل ايه؟ ناقص ناقص بس كده. ثواني اكتب على الآلة. طلعت لي ب 4 كسر 3.
أربعة إيه؟ جذر أربعة جذر تلاتة. ثلاثة. جميل أوي، أربعة جذر تلاتة أهو مطلعها لك أهو، أربعة جذر تلاتة بدل ما نكتبها. تمام، يبقى الحتة دي بكام؟ أربعة جذر ثلاثة. أربعة جذر تلاتة بس، ده لو هو طلب الحتة دي. طيب حب بقى، حب بقى يتنح عليك، يعمل إيه؟ يتنح عليك، وهو كده كده ده اللي هو بيعمله دايما. أعطاك المنظر ده زياد، خد بالك بقى من الفكرة دي عشان دي فكرة، دي تعتبر أفزل فكرة فيهم يعني. دي سيتا، جميل الكلام. طيب وادي سيتا سميت ايه وبي وسي. طيب جميل، ايه وبي وسي، وقال لك ايه؟ قال لك ساين سيتا، ساين سيتا هو بقى اللي اعطاها لك، خلي بالك هو اللي اعطيك الساين سيتا بكام، بتساوي جذر 3 على 2، جذر 3 على اتنين. الاثنين طيب احسب لي بقى الاضلاع دي بكام، واحسب لي بقى الزوايا وكده يعني، سيبك عايم. طيب اول حاجه هنعملها زي، هنبص على الزاويه بتاعتنا، الزاويه دي الساين بتاعها مش مقابل على وتر. أو اللي هي اللي تحت طيب المقابل دوت هو كاتبه لك فوق بكام؟ ثلاثة جذر اثنين، لا لا لا، دي جذر ثلاثة على الاثنين. جذر 3 على 2، دي الساين كلها، انا بتكلم بقى على المقابل بس، جذر المقابل 3، للاثنين. جذر 3، انت مش انت بتقول المقابل على الوتر المقابل على الوتر. صح كده، يبقى ده المقابل وده مين؟ ده الوتر، يبقى الوتر. الوتر طيب بالاثنين. وده ب2، تعرف تجيب لي اللي فاضله من فيثاغورس برضو؟ ماليني كده هتعمل ايه من فيثاغورس؟ اثنين تربيع. اثنين تربيع ناقص ايوه جدع، ناقص، عايز اسمع الناقص دي، جذر 3 جذر تربيع، ثلاثة تربيع. جذر 3 تربيع. طيب هتطلع بواحد، يبقى الضلع دوت بكام؟ طيب انت دلوقتي جبت الضلع ده، افرض جيت قلت لك انا عايز كوزاين، تقدر تطلع لي كوزاين؟ قول لي بقى كوزاين بكام؟ الكوزين المجاور على الوتر، واحد على المجاور الاثنين. على الوتر، واحد على الاثنين، شكرا. بس جيت قلت لك عايز التان، يلا جيب لي التان. التان المقابل على المجاور، ايه؟ المقابل على المجاور صح؟ يبقى ثلاث، طيب جذر 3 يبقى على جذر الثلاثة على الواحد، على الواحد اللي هي جذر 3 يعني، بس الله ينور على عليك. الواحد. اهو المسألة محلولة عندك اهو، جذر 3 وجذر 3 على الاثنين بس، واضح؟ بس ده في حالة ان هو رزل. طب هو هي ايه، هي المسألة اللي تحتيها دي هي ايه؟ اللي الساين ب 30 تساوي اكس زي زد. لا بص بص، فهمتك انت هنا بيقول لك ايه، ركز في الحته دي، مش ده مثلث؟ واعطيك الزاويه دي ب 30 زياد، حلو كده. طيب لما يديك الزاويه دي ب 30، خد بالك من الحته دي، الضلع المقابل ليها، الضلع المقابل لزاويه 30 بيكون نص الوتر، الضلع المقابل لزاويه 30 نص الايه؟ نص الوتر. طيب الوتر عندك هو عطولك كده معطى جيفن ب 8 سنتي، طيب مش دي 30؟ تمام. يبقى الضلع اللي في وش 30 بايه الدرع في 30 ب 60، يا ابني؟ الضلع اللي في وش ال 30 الدرع بتبقى ب 4 ب 4، يبقى الضلع ب 4 اللي في وش زاويه مقدارها 30 بنص الوتر، يبقى دي 8، يبقى دي 4 على طول من غير ما افكر، يبقى اي ضلع في واجيب وش بقى. زاوية 30 في مثلث قائم بنص الوتر. طيب انت خلاص دي ب 8 ودي ب 4، يبقى دي سهلة اللي انت تجيبها، هتقول جذر في غفوس 8 تربيع جذر تربيع ناقص 4 تربيع. ناقص 4 تربيع، وشكرا. اتفهم كده؟ اتفهمت؟ فاهمك اتفضل. طيب ايه تاني؟ ل 17 صفحة 16 اللي هي حساب المثلثات. صفحة 16، حساب ده الإيه؟ باخدك واقف فيه حساب المثلثات. المثلثات. طيب العنوان بتاع حساب المثلثات صح كده؟
بقى، انا دي هبدأ لك بأهم نقطتين فيهم، هم دول محل الأسئلة ده أصلا. درس الرخ. بص، انت عندك حاجة اسمها قياس، تحويل من قياسي إلى دائري، تمام كده؟ يبقى انت عندك حاجة اسمها التحويل القياسي والتحويل إلى الدائري والعكس. يعني ايه بقى، ايه قياسي وايه دائري؟ دوت هفهمك. جيت انا وقست زاوية موجودة في مثلث زاد، تمام كده، ولقيتها عاملة زاوية 30، صح؟ مثلث فيه صح. زاوية قيمتها 30. طيب ال 30 دي تتسمى قياسي ولا دائري؟ تتسمى قياسي. تتسمى ايه؟ قياسي قياسي. قياسي فهو هنا بيقول لي انا عايز الزاوية القياسية اللي انت مطلعها ب 30 دي احولها لحاجة اسمها التحويل الى النظام الدائري، تمام كده؟ يعني عايز اشوف بيقابلها ايه في الدرجات الدائرية، تمام كده؟ حاجة اسمها الراديان يعني. طيب تعالى بقى نفهم ازاي نحول من قياسي الى دائري والعكس. بص، انا الزاوية اللي لسه قايل لك عليها، الزاوية اللي لسه قايل لك عليها ب 30 مثلا، عايز احولها لدائري، هعمل ايه؟ هاخد الزاوية اللي هي ال 30، الزاوية اللي انا مكلمك عليها، في باي، في ايه؟ باي على 180، وخلصت المسألة على كده. يبقى الزاوية اللي عندك، لا انا عايز بص احول من قياسي لدائري، صح؟ يبقى انت لو عايز تحول من قياس دائري بتاخد الزاوية اللي انت عايز تحولها اللي هي مقدارها مثلا 30، تضربها في باي على 180، وشكرا على كده. في باي على ايه؟ 180 في باي على ايه؟ 180 لو انت معاك ورقة وقلم هتكتب كده على اخر مثال، هو هنا حول من قياسي لدائري، تمام كده؟ قياس الايه؟ دائري. لدائري، ضرب في باي على 180. طيب لو انا عايز العكس زياد، لو انا عايز احول من دائري، لو عايز احول من دائري لقياسي، يعني اعطيني حاجه بالمنظر ده. قال لك انت معاك 2.5 راديان، حلو كده، وعايز احولها لايه؟ لقياسي. قال لك حاجه بسيطه جدا، بتاخد ال2.5 دي، مش انا في الاول كنت ضارب في باي على 180، هنا هتعكس في 180 على الباي. معايا؟ لا انا عايز احول من دائري لقياسي. دوت انت لو عايز تحول من دائري اللي هو بالراديان لقياسي، هتضرب في باي في 180 على الباي. 180 على الايه؟ يعني بعكس. يبقى انت اول واحدة باي على 180، ده لو انت بتحول من قياسي لدائري. دائري. من قياس الايه؟ قياسي بدائري. لدائري. دائري. طيب حلو قوي. طيب لو انا عايز بقى احول من دائري لقياسي، هضرب فيه 180 على الباي. 180. صعب الكلام حتى الآن؟ لا طيب تمام، اتفهمت؟ فهمت. طيب بص بقى، لو انت عايز تمسك الآلة وتحول من المقياس العشري إلى القياسي، هتعمل حاجة بسيطة جدا، بتاخد الرقم زياد معايا تمام اللي هو العشري، اللي هو مثلا 23.456، تمام؟ وهتعمل حاجة بسيطة جدا، عارف ايه هي؟ الرقم زي ما هو انت كتبته، دوس يساوي كده، دوس يساوي، دوس يساوي، لا لسه ثواني. يعني انت بتكتب الرقم وبتدوس يساوي، وبعد كده في علامة زي ابوستروف كده او حروف واو كتير جنب بعض كده على الآلة عندك، شايفها؟ طيب دوس عليها، طلعت لك ولا لا؟ ثواني بفكر. طلعت لي 23.45. 27. حلو حلو، انت كتبت الرقم ودوست لا يساوي، صح؟ طلعت لي 23. 23 ايه يا ابني؟ لا طلعت لي ايه ده يا حبيبي؟ 23 اكتب لي والله. الرقم ده على الآلة. بص بص بص، اكتب لي الرقم ده على الآلة. أنهي رقم؟ ده.
ودوس يساوي، وبعد كده تقوم دايس انا العلامة ازاي اللي هي، بعمل الشرطة، ما انا ازاي بعمل الشرطة اسمع دي؟ بس، ما انت مش راضي تسمع كلامي، اكتب دي بس على الآلة دلوقتي ودوس يساوي انا كنت بكتب العكس. ودوس يساوي. تمام. طيب وبعد كده تدوس العلامة اللي هي ابوستروف دي، اللي هي العلامة اللي شبه حرف ثلاثة الواو. تلاتة وعشرين، ايوه انا كتبت سبعة تلاتة وعشرين وعشرين، اتنين وعشرين، اتنين وعشرين، يعني انت 23 درجة 27 دقيقة 22 ثانية. تمام كده، تمام. صعبة دي، ما فيهاش حاجة دي، ده انت بتكتب الرقم وبتدوس اللي هو العلامة بتاعت الابوستروف اللي هو حرف الواو ده، بتطلع لك المنظر ده، ما فيش اي حاجة خالص، صح؟ طيب لو انا بقى عايز اعمل العكس، عايز اعمل العكس، عايز احول من الدقيقة او الدرجة والثانية للنظام العشري، عايز احول من النظام القياسي للنظام الايه؟ العشري. تكتب الرقم بقى واحدة واحدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 43 العلامة 25 وبعدها ايه؟ ايوه بقى، ازاي بعمل العلامات دي بقى؟ مع كل رقم زياد، ركز في الحتة دي، مع كل رقم بتدوس اللي هي العلامة بتاعت الواو دي. اللي هي تحت الجذر، ايه؟ اللي هي تحت الجذر. اللي هي تحت اللي تحت الجذر. طلعت 43 درجة و25 دقيقة ايوه و51 ثانية. حلو اهو، انت كده فنطها. انا بقى دلوقتي بقول لك عايز احولها، ركز في الحته دي، عايز احولها لايه؟ لرقم عشري، لرقم عشري، هعمل ايه؟ بعد كده تدوس اللي هي الشرطتين، هتطلع الشرط اللي هي النقط دي تلاقي ايوه 43.430. صورها لي كده وابعتها لي زيت عشان ابقى شايف انت كتبت ايه، صورها لي كده ووريني انت عملت ايه. تمام بعدها. ايوه الله ينور عليك، جدع والله جدع. يبقى انت مع كل رقم بتقوم حاطط لي العلامه دي وبيطلع لك الرقم في الاخر بالنظام العشري. انت طلعته 43 و43 وشويه اصفار، صح كده؟ صعبه. لا طيب اللي بعدها ايه تاني؟ يعني صفحة اللي هي الدالة التربيعية. لا دي الدالة سهلة دي، التربيعية. الدالة التربيعية دي اللي انت بتاخد الأرقام بتاعة الفترة اللي عندك وبتحطها بالقانون. في جدول وبالقانون، تقعد تعوض جواه. بس هي ايه، هي ايه نقطة اللي هي رأس التماثل دي؟ جايبها لك. بص، لو انت معاك دلوقتي يا زياد الرسمة بتاعتك اهي وجات كده، فهو بيقول لك نقطة التماثل. يعني ايه نقطة التماثل؟ يعني النقطة اللي عندها الناحيتين يمين وشمال قد بعض، توأم يعني، تمام كده، شبه بعض. طيب مش هي دي طب النقطة، وهو مش هي دي النقطة اللي يمينها زي شمالها، يعني الاتنين متنصفين بالظبط؟ خلاص هتقوم شايف النقطة دي كام وكام، لو لقيتها صفر وصفر هتقول له صفر وصفر، لقيتها عند واحد واتنين هتقوم قايل له واحد واتنين، المهم عند الرقم اللي انت شايفه هي واقعة عليه، انت فاهم؟ تمام. طب افرض دلوقتي الشكل كان كده ازاي؟ لو انا جبت رقم تاني، واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة، طيب يبقى النقطة دي كام وكام؟ اللي هو نقطة النقطة التماثل، دي واحد نقطة اتنين التماثل. ايوه ثلاثة تلاتة، تلاتة وايه؟ ثلاثة وزيرو. تلاتة وزيرو، بس يبقى نقطة التماثل تلاتة وزيرو. طيب ممكن ارسم لك واحدة تانية اهو، تقدر تقول لي دي بكام بقى اللي تحت؟
تحت بسالب 3 و0 برضه. سالب 3 و0 بس، انت فاهم؟ فهي دي نقطة التماثل. النقطة اللي عندها دول كده بيتمثلوا يمين وشمال، يعني اليمين قد الشمال، تمام. وضحت؟ طب وبقى اللي هي ازاي اعرف ان هي دالة زوجية ودالة فردية عشان نسيت الدرجة؟ طيب صور لي كده الورق عشان امشي لك بس على الكلام اللي هو كتبه لك. انا فاكر لما كنت شرحتها لك اول حاجه، لما كنت الاول بقول لك ازاي تتاكد ان هي داله، ان هي بتتقطع في نقطه ولا نقطتين، فبعت الصفحه ديت، هي دي اللي كانت فيها داله زوجيه وفرديه. صفحة 12. صفحة 12. سلام. ابعتها لي يا ابني، صورها لي. تمام. بص يا زياد، نعم. انت الصفحه دي بيقول لك ازاي انا احدد انواع الداله سواء زوجيه او فرديه او ليست كذلك. طيب وده ما انا شرحتها لك، قلت لك الداله الزوجيه اف اوف اكس عباره عن اف اوف سالب اكس، يعني لازم انت لما تيجي تثبت تبقى انت حافظ القانون ده اصلا، ان الاف بتاعت الاكس هي هيها لو انا شلت الحاجه وعوضت مكانها بسالب اكس، وهنفهم بمثال. لكن التانية سالب الفانكشن اوف اكس بيساوي اف اوف سالب اكس. طيب تعالى كده نفهم الكلام ده، عشان الكلام اصلا من نطقه بيلخفن. جيت قلت لك يا زياد انا معايا اكس تربيع، اف اوف اكس بتساوي ايه؟ اكس تربيع. طيب عايز اعرف دي زوجيه ولا فرديه؟ قلت لك في حاجتين، لو انت شخص لماح هتبص على الاس اللي فوق او الباور اللي فوق، ده رقم فردي ولا زوجي؟ زوج يبقى يبقى دي زوجية. يبقى دي فردية يا عم ليه فردية؟ انت بتزود نفسك، زوجية يبقى زوجية زوجية. طيب لو اف اوف اكس بتلاتة فردية. فردية. بص من قبل ما اعمل اي حاجة، يبقى انت لو انت واحد عندك ملاحظة والسؤال جاي لك اختيارات، ما تتعبش نفسك، شوف الباور اللي عندك موجب زوجي ولا فردي، تمام كده، وتبدأ انت ايه تختار بناء عليه. في مشكلة؟ بس هو ممكن يجيبها أكمل يقول لي حلها مثلا. لا ماشي ماشي، انا ماشي معاك للاخر. لو اكمل هيقول لك دي زوجيه ولا فرديه، فانت هتقول زوجيه ولا فرديه في ساعتها. تمام. طيب لو هو بقى ما جابش ولا اكمل ولا اختيارات وسابها لك عايمه كده وقال لك اثبت لي ان هي زوجيه او فرديه، هنعمل ايه؟ بص بقى اللي انا هعمله، هو قال لك اف اوف اكس بكام؟ باكس تربيع. طيب اول حاجه كده تعال نجرب ان هي فرديه، نفترض ان هي ايه؟ فرديه، نفترض. طيب مش الافتراض بتاع الفرديه بيقول لك ان سالب اف اوف اكس عباره عن اف اوف سالب اكس، صح؟ طيب الاف اوف اكس بكام يا زياد؟ الاف اوف اكس يلا مالين الاف اوف اكس اللي هو دي، اف اوف اكس ايوه بايه اف بقى؟ ماليش دعوه بدي، انا بتكلم هنا في المساله بتاعتنا دي، الاف اوف اكس بسالب اكس. اكس بار 2. حلو، يبقى انت هنا كده الليفت هاند سايد بسالب اكس بار 2. جميل قوي، انت كده خلصت الليفت هاند سايد، في مشكله؟ تعالى بقى نبص على الحته التانيه دي كده اللي هو اف اوف سالب ايه، اللي هو الرايت هاند سايد بتاعنا. طيب بيقول لك يا زياد
انت عندك فانكشن تمام كده بتشيل الاكس، بتشيل الحاجه اللي عندك دي وتحط مكانها سالب اكس. يعني ايه الكلام ده؟ مش دي اكس تربيع؟ طيب كاني فتحت قوس كده قلت لك سالب اكس وفي ايه، في تربيع من بره. طيب سؤال، التربيع اللي بره ده بيعمل ايه في السالب؟ بيكر بياكله. يعني الناتج اللي هيطلع لك من دي ايه؟ من غير سالب. يعني اكس تربيع صح؟ طيب هل الليفت هاند سايد الطرف الايسر زي الطرف الايمن؟ لا طيب يبقى ساعتها دي مش دالة فردية زي ما انت افترضت، يبقى ليست فردية، يبقى ليست ايه؟ مش فردي. فردية. طيب تعالى كده نجرب الزوجية. قال لك في الزوجية اول حاجة نكتب بس الدالة بتاعتنا كده بخط نضيف او اكس تربيع. لو افترضنا الليفت هاند سايد بتاعنا، فالليفت هاند سايد بيقول لك ايه هنا؟ اف اوف اكس. طيب الاف اوف اكس في السؤال بتاعك بكام يا زياد؟ ال f of x في السؤال بتاعي x bar 2. اكس بار 2. يبقى انت عندك الطرف الايسر باكس بار 2 خلص اهو. طيب تعالى بقى نحل الطرف الايمن الرايت هاند سايد. سالب x bar 2 حلو، سالب اكس وتقفل براكت عليها كده ايه باور 2. طيب سالب اكس بار 2 بكام؟ هياخد ب x bar 2. باكس بار 2. هل الاتنين شبه بعض؟ ده يبقى طالما زوجية. الاتنين شبه بعض يبقى الدالة دي زوجية، يبقى دالتنا زوجية. فهمت كده انا بثبت ازاي؟ جميل. حاجة طب تانية ان لو الرسمة، بياني ما بقى الرسم اهو جاي لك والله، لو صبر المقتول على القاتل كان جاله شلل رباعي. بص انت فاهم ازاي؟ معانا رسمة اهو بياني، واعطيك دالة بالمنظر ده، بصة كده للسماء وابتدعي. دي كده ايه؟ زوجية ولا دلة فردية؟ أي ما أنا عارف دالة، دالة إيه؟ زوجية ولا فردية؟ دي بص زي بص، كده زوجين. زوجية، زوج، بص بص، يبقى دي إيه؟ اوكي زوجية. طيب، قال لك عندك شكل بالمنظر ده، حتة فوق والحتة التانية كملها لك تحت، أو بالمنظر ده، حتة فوق حتة تانية تحت. طيب اللي باللون الأحمر دي فردية ولا زوجية؟ الفردي طيب واللي زوجي لا ده الفردية برضه. فردية برضو. تمام، ما هي هي على فكرة، بس واحدة رسمها لك من اليمين والتانية من الشمال عشان أوقعك، عشان أنا عارف لو قلت لك واحدة فردية ده والتانية إيه فهتقوم عاكس معايا. يبقى أي واحدة كده، بص بص معاك. يعني أنا هحفظها لك بطريقة إيه، بطريقة ملهاش علاقة بالمنهج وملهاش علاقة بأي حاجة في الدنيا. مش دي فردة لوحدها؟ تمام. أهو يعني أنا لما جيت رسمت دي فردة لوحدها، بص بص فردة لوحدها، مفيش فردتها التانية يعني. صح؟ يبقى إيه؟ يبقى فهتنسى يبقى فردية. فردية. فردة لوحدها يبقى فردية. طيب لو أنا جيت بقى دلوقتي ورسمت الفردتين مع بعض جوز يعني، يبقى زوجية ولا ايه؟ ولا فردية؟ زوجية. 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 وضحت كده؟ تمام. جميل اوي. ده من البيان، ده من الايه؟ طيب في ايه تاني؟ طيب حتة كمان برضو ايه؟ عشان تبقى انت اخد بالك من كله يعني، لو جيت عملتها لك كده زياد، فردية ولا زوجية؟ فردي فردية. فردة لوحدها فوق يبقى ايه؟ فردية. طيب في حاجة تاني؟ والله ألذ معاد بتاعك دوت يا زياد، ايه والله ألذ معاد بحب أشرح فيه المعاد بتاعك ده. يبقى في هدوء كده والله يعني أنا ببقى في بيتنا كده قاعد فرحان والله وأنا بديك. ايه ده لك صفحة 11. طيب صفحة 11. اسم الصفحة ايه؟ تعيين المجال الدالة. تعيين مجال الدالة. أول ما تلاقي الصفحة قول لي.
ايوه مظبوط. اه سرحان عد سرحان ماشي. بص تعين مجال الداله، الداله الكسريه. طيب الداله الكسريه دي، الداله الكسريه اول ما بتبص على السؤال كده زياد، اول ما بتبص على السؤال خالص من قبل اي حاجه خالص، بتلاقي عندك بسط ومقام. بسط وايه ومقام، يبقى بتلاقي في الداله الكسريه بسط طبقه ومقام. طيب انا في الداله الكسريه ماليش دعوه بالبسط، ماليش دعوه بالبسط في حاله، ماليش دعوه بيه، انا ببص على مين؟ المقام على المقام. لازم المقام ده، لازم المقام ده لا يساوي صفر، القيمه بتاعته ما تساويش ايه؟ ما تساويش صفر. صفر. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ ركز في اللي انا هقوله لك دلوقتي. هناخد تمام الرقم اللي تحت ده زياده، حلو كده؟ اكس تربيع مثلا ماينس 9، ونساويه بالزيرو، ونساويه بالايه؟ طيب هنعمل ايه في سالب 9؟ نعمل سالب 9 اه اوديها هناك بالبوكة. حلو جدع، يبقى اكس تربيع عباره عن 9. طيب يبقى انت الاكس بتاعتك بكام او كام؟ 9 اعمل جذر، ايوه بكام او جذر كام؟ تبقى موجب او سالب 3. موجب او سالب 3. حلو قوي، يبقى انت عرفت كده القيم اللي انت لو عوضت بيها الناتج في المقام تحت يبقى بصفر. يبقى انت لما تيجي تحل اصفار المقام، لما تيجي تحل الداله الكسريه بتقول ار ار ار، ثابت معاك ار على طول، ار دي ثابته معاك، ناقص 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 موجب وسالب 3. موجب ايه؟ سالب 3 او الرقم اللي عندك اللي انت هتطلعه عموما. طيب واحده كمان، جيت هنا قلت لك دي اكس ماينس واحد، مش دي داله كسريه بسط ومقام؟ هبص على اللي فوق ولا اللي تحت؟ ابص على اللي تحت اللي تحت، اكس ماينس واحد هساويها بالصفر. طيب هنعمل ايه في اودي السالب هناك واحد؟ هنوديه الناحيه التانيه، يبقى تانية الاكس بكام؟ الاكس بواحد. الاكس بواحد. يبقى انا لما اجي اقول لك بس ايه هو المجال هتقول لي ار ماينس الواحد اللي انت طلعته، ما تنساش الار طب دي ليه بس هو مهم. لازم ماينس؟ ماينس معناها ما عدا، ماينس يعني كل الارقام تنفع، كل الارقام تحت في المقام هتديك نواتج، لكن الرقم الوحيد اللي انت لو جيت عوضت بيه في المقام تحت هيديك صفر وهو الواحد. السالب دي كده كانك بتقول ما عدا بالعربي، اكسبت يعني. معايا؟ تمام دليل على كده، بص دليل على كده، خد دي كده، عوض بأي رقم للإكس ما عدا الواحد هتلاقيه طلع ناتج. عوض بأي رقم، عوض باتنين مثلا كده زي، عوض هتلاقيه طلع لك ناتج. اكس لكن لو أنت عوضت بواحد الآلة هتشتمك، هتقول لك ماس ايرور، بس جرب. تمام لا مش تمام، جرب. جرب واحد ما أنا قلت لك أي رقم ما عدا الواحد، أي رقم ما عدا الواحد. عشان لما اجي اعملها هتبقى 1+1 يبقى ب2 صح؟ ايه؟ لا انا لو عملتها بواحد هتبقى ب2. لا بص، انت لو عوضت بواحد جرب كده بالواحد هتلاقي الآلة بتشتمك، جرب، انت خسران حاجة، جرب. اعوض بواحد ازاي؟ مش فاهم يعني شيل كل اسويها اكس، شيل كل اكس وحط مكانها واحدة زيادة، يعني مش دي 2 اكس بلس 1؟ طيب لما انت تشيل الاكس دي وتحط مكانها 1 يبقى 2 تايمز 1 تمام. ب 2، طيب بلس 1 ب 3 over 1 minus 1. لا مش تمام صح؟ ما تنفعش. صح. فيبقى انت ينفع تعوض بأي رقم في الدنيا ما عدا الواحد. وضحت؟ دوت في حالة الدالة الكسرية بقى R R minus أصفار المقام، من غير أصفار المقام، تمام؟ طيب لما يجي لك دالة تمام كسرة حدود بالمنظر ده كده، دايما قلت لك المجال بتاعي ار، المجال بتاعي ايه؟ ار، اي رقم هعوض بيه هينفع. جربت واحد، جربت سالب واحد، جربت صفر، في الاول وفي الاخر هيطلع لك ناتج، الاله مش هتشتمك يعني، انت فاهم؟ يعني كل الارقام تنفع، كل الريل نمبرز تنفع، كل الارقام الحقيقيه تنفع. تمام معايا؟ شوف معاك والله. شوف صفحة عشر، الصفحة اللي قبل دي الصفحة اللي قبل دي. طيب حاضر، باب الدالة. باب الايه؟ الدالة طيب ماشي،
مش دي لسه قايلينها دي. ممكن شوفها عندي هلا. موجودة ايه؟ مش موجودة طب ما تصورها لي. تمام كده. اه طيب جميلة دي. بص دي شرحتها لك قبل كده، قلت لك دي المفروض برضو سهلة، تعالى كده نفتكرها سوا. بيقول لك ايه يا زياد؟ انا دلوقتي بيبقى معايا ارقام للاكس وارقام لمين؟ للواي. اه بيبقى عطاها لك، يقول لك الاكس كده ويفتح قوس ويقول لك 1 2 3 5 6 7 8، اي ارقام تيجي معاك تمام. والواي نفس الكلام، كل اللي عليك اللي انت بترسم لي عمود بيعبر عن الارقام اللي في الاكس، وعمود بيعبر عن الارقام اللي موجودة عندك للواي. جميل كده. طيب ادي مثلا 1 2 3 و5 6 7 مثلا يعني. طيب جه قال لك ايه؟ دي مش هينفع، استنى بس، انا لسه ما وصلتش حاجه عشان تقول لي ينفع ما دي مش ينفعش، هت... استنى بس. فجيت قلت لك ايه؟ انا دلوقتي 1 ليه علاقه ب5 و2 ليه علاقه ب6 مثلا، تمام كده، و3 ليه علاقه بمين؟ ب7. ملاحظ ايه؟ مش انا دلوقتي وصلت سهم من الاكس وصلته للواي، السهم دوت يبقى فيه علاقة ما بين الاكس ومين؟ والواي. يبقى فيه علاقة ما بين الاكس والواي. طيب الارقام بتاعت الاكس كلها، الارقام بتاعت الاكس كلها، الارقام بتاعت الاكس كلها، هو المجال. هو ليه مدى. في مشكلة كده؟ طيب والارقام اللي في الناحية التانية بتاعت الواي؟ المجال المقابل. المجال. المقابل. طيب في حاجة بقى كانت اسمها المدى، تعرف تقول لي المدى ده كان عبارة عن ايه؟ كنت شرحتها لك والله قبل كده. المدى ده اللي هو الرينج بتاعك، اه ما اللي هي هو الأرقام اللي وصل لها سهم. الأرقام اللي وصل لها ايه؟ سهم. يعني أي رقم ما وصلوش سهم يعتبر معايا من ضمن المدى ولا لأ؟ إلا آه. اي رقم ما الأرقام اللي وصلوش، وصلت اللي ما وصلوش صح، سهم ما يبقى معايا بيبقاش في مدى. المدى ولا لا؟ لا لا، يبقى الارقام بس اللي بيوصل لها سهم من اكس هي دي المدى بتاعي، هو ده الرينج بتاعي، هو ده النطاق بتاعي، تمام. يبقى انت معاك المجال هو العمود بتاع الاكس كله، المجال المقابل العمود بتاع الواي كله، المدى هو الارقام اللي وصل لها سهم من الاكس، اللي وصل لها سهم من الاكس. صعب الكلام؟ طيب انا عايز اعرف بقى الحاجه دي داله ولا لا. معاك رسمه زي دي كده زياد، وعايز اعرف هي داله ولا لا. هتعمل حاجه بسيطه جدا، بتشد خط راسي، قطعت في كام نقطه؟ قطعت كم نقطة في النقطة والثانية. نقطتين صح. طيب طالما نقطتين يبقى ليست داله، طالما نقطه واحده بس يبقى داله. يبقى الحاجة اللي بتقطع في نقطتين في نقطتين في نقطتين في نقطتين ليست دالة، الحاجة اللي بتقطع في نقطة واحدة زي دي كده دالة. واضح الكلام؟ بس دي أهم النقط اللي أنا عايزك تقعد تراجعها وتشغل إيدك كده، وما تقلقش إن شاء الله يعني بكرة الدنيا هتبقى أسهل كمان كتير من الميكانيكا. طب لا إن شاء الله والله. في صفحة 9 بقى معادلات. تسعة، وريني كده صفحة تسعة. المعادلة اللي هي فيها 6
اتنين هي وعشرين حل صحيح. المعدات من الدرجة 9 9. اللي هي دي؟ حل، لا مش دي، اللي بعديها. هي دي؟ ايوه دي. جميلة أوي. بكام دي؟ بص بص بص، لا 9 9 مش دي. مش دي. طيب استنى، القانون العام دي اللي سبعة. بعديها بقى، اللي بعديها اللي جاية دي. أيوة هي دي. بص يا سيدي، السؤال ده لو جالك اختيارات الآلة بتاعتك موت ريت يعني موت، تمام كده، وعلى حسب بقى انت الآلة بتاعتك كام، 5 ولا 3، تمام كده، بناء على الآلة عندك هنقول لك اختار موت كذا، تمام كده. المهم يعني مش دي معادلة ايكويشن، بعد ما انت بتدوس موت هتختار كلمة اي كيو ان، اختصار ايكويشن، تمام. تمام. طيب اعمل الكلام اللي بقوله لك دلوقتي. ايوه دوس طيب دوس على بعد ما 3 انت صح؟ دلوقتي هتدوس على 3، يبقى مود 5 3 بالفعل، اللي انت ايه تخش بقى على المعادله التربيعيه، وهتكتب كل معامل من المعاملات بتاعت المعادله دي، كل معامل من المعاملات بتاعت الايه المعادله دي، يعني ده واحد معايا انت، مثلا اهو انا هكتب لك المعادله، زائد 5 اكس ناقص 12 مثلا، فانت هتقوم كاتب لي ايه، اول معامل 1، تاني معامل 5، تالت معامل سالب 12 على الآلة. طيب دي في حالة ان هو عطيني معادلة من الدرجة التربيعية بس. طيب افرض بقى زياد جاب لي حاجتين، معادلة من الدرجة الاولى زي دي ومعادلة من الدرجة التانية سوا، وقال لي حل لي الاتنين دول مع بعض كده، اتعامل يلا ايه، طلع لي الاكس بكام والواي بكام. بص دي انا دايما بقولها لاي حد بديله، طالما هو عطاك معادله من الدرجه الاولى معادله من الدرجه الثانيه، بص على المعادله بتاعت الدرجه الاولى هنعمل ايه فيها، جيب لي الاكس في طرف، جيب لي الايه. الاكس في طرف، اكتب طيب واحد اهو يلا، لا مش الاكس بواحد، انا بقول لك خليها في طرف واحد واحد اكس. يا ابني، اصبر يا ابني، مش دي واي ماينس 3 او اكس ماينس واي بيساوي 3 اهو. طيب جميل، جيت قلت لك انا عايز الاكس في طرف، هل انا هبقى محتاج الواي هنا؟ لا الجامعة معايا طيب وديها الناحيه التانية، بقت الاكس اللي في طرف لوحدها عباره عن ايه، عن واي زائد كام، زائد 3. 3. ايه في العلاقه برواز كده، مهم هنعوض بيها، تمام كده. طيب هنعوض بيها فين، في المعادلة بتاعت الدرجة التانية، في المعادلة بتاعت الدرجة التانية. طيب شيل لي كده الاكس دي وحط لي مكانها القيمة اللي انت لسه حاططها دلوقتي، يعني هتشيل الاكس دي ونكتب مكانها كام يا زياد، واحد يا لا ابني انت واي معلق. واي لا واي ايوه واي بلس زائد 3 صح كده، واي زائد ايه، 3. 3. طيب مش دي تربيع، يعني معناها واي زائد 3 تربيع صح، ادي واي. الاول في الثاني ايوه استنى بس استنى، واي زائد 3 ايه تربيع. بص بقى انت عايز تفك براكت تربيع باور 2، تعمل حاجه بسيطه جدا انا دايما بقولها للناس اللي بديها، الاول باور 2 زائد الثاني باور 2 زائد الاول تايمز الثاني تايمز 2. تعالى كده نجرب، الاولانيه دي اسمها ايه، واي صح، يبقى الاول باور 2 يعني واي باور 2 بلس الثاني باور 2، الثاني اللي هو مين، 3 يبقى 9. 3 9. طيب بلس الاول اللي هو واي تايمز الثاني اللي هو 3 تايمز 2. طيب واي تايمز 3 واي تايمز 3 واي تايمز 3 ب 3 واي 3 واي تايمز 2 6 واي 6 واي، هو ده اللي انا عايزه منك اهو. بص كده انت تحت ادي عندك واي باور 2 معايا و6 واي و9 اهو، طب هو شايفهم ليه حاطط 6 واي في النص؟ الترتيب كده كده ده جمع، يعني لو جيت قلت لك 2 زائد 3 هي هي 3 زائد 2، بس هو الافضل ان هو بقى ايه يرتبها لك كده من الاول، يخلي الاول الدرجه التربيعيه الاول وبعد كده الاس اللي هو اس واحد وبعد كده الرقم، الترتيب مهم انت فاهم ازاي، بس في الجمع يعني هنا في اول خطوه
بالنسبة له مش هيفرق يعني، هو بعد كده هيبدأ ينظم لك الخطوات نفسها معايا. تمام. مشكلة كده انا عرفت ليه، عشان احنا عملنا واي بلس 3، هو عملها 3 بلس 4. وفي حاجة كمان انت مش واخد بالك منها، هو وصل لغاية هنا كده، لغاية هنا بالظبط دي كده، لغاية هي فكت البراكت اللي انا عملته. طيب باقي الخطوات دي عبارة عن ايه يا زياد؟ مش انا هنا في واي باور 2 وواي باور 2 كمان؟ هيطيروا مع بعض، لا مش هيطيروا مع بعض، هيتجمعوا مع بعض، مش يبقى من 2 واي. نفس النوع، يبقى 2 واي باور 2. وبعد كده طب مش ثواني، 6 واي اول، هو المعادلة الثانية، فهمت اهو. وبعد كده قام جمع عليها 6 واي اللي هي دي، وبعد كده قام حاطط ال 9 وقام مدخل لها ال 17 جوه وشاف الارقام بكام. 9 ماينس 17 بماينس 8، في مشكلة؟ تمام. بس هو هنا خطوات ترتيب، يعني ان هو بيقعد يرتب لك الخطوات، يعني 8 ماينس 9 ماينس 17 ب 8، تمام كده؟ فهو قام كتبها لك في السطر اللي بعده، هو اخدها لك واحدة واحدة يعني. ثواني كده اشوفها برضك عشان ما فهمتش حاجة، ايه؟ اشوفها كده، اشوفها اشوف اعرف شوفها اعملها شوفها ولا لا. شوفها. طب هو في التحليل بقى، من أول التحليل مش فاهم. من اول التحليل انا واحدة دي في أول صح، مسألة. اللي هي الحتة دي. ايوه طيب جميل اوي. بص بقى، هو وصل لاخر حاجة للحتة دي اللي هي واي تربيع، تمام. حلو كده، تعالى نكتبها سوا، واي تربيع زائد 3 واي ماينس 4. طيب متعودين اللي احنا بنفتح براكت وبراكت صح كده؟ صح كده جميل. واي واي. طيب هسألك سؤال، رقمين رقمين تايمز بعض تايمز بعض بيدوني 4 ومجموعهم بيدوني 3، طيب ايه هما الرقمين اللي تايمز بعض يدوني 4؟ اثنين. طيب 2 تايمز 2 يعني صح؟ طيب 2 تايمز 2 هل مجموعهم 3 يا راجل؟ طيب لا، طيب ما ينفعش، في واحد حاجة زائد تانية؟ أربعة، حلو، يبقى 1 واحد في تايمز أربعة 4 1 في 4، حلو قوي. يبقى انت هتكتب لي هنا 4 ومين؟ 1. طيب والله والله قلتها انا من الحصة اللي فاتت لما كنت عندكم، قلت لك الكبير تمام كده بياخد إشارة اللي في النص، مين الكبير، الأربعة ولا الواحد؟ الأربعة. يبقى هتاخد الإشارة البوستيف، والتاني كده هياخد الإشارة مين؟ نيجاتيف. بس شكرا على كده. يبقى انت عندك طب والمعادلة الواي، اللي تحت دي بقى؟ اهو ما انا استنى، يبقى انت الواي كده بواحد والواي بسالب 4 اهو. انا معادلة بقى اهو، قال لك الواي بواحد والواي بسالب 4. هتسألني على المعادلة اللي بعدها دي؟ ما عايز يجيب الاكس بقى، ما انت خلاص مش هتجيب لي الواي، بس انت كده جبت الواي، مش في اكس فوق، اطلع عوض بقى. يعني هتاخد الواحد ده عوض بيه هنا، واحد تربيع بكام؟ بواحد. ودي الواحدة الناحية التانية بقت 17 ناقص واحد 16 صح؟ جذر ال 16 كام يا زياد؟ ده 16 4. هو أول واحدة بأربعة. طيب تعالى نعوض بقى بسالب 4، سالب 4 تربيع سالب 4 تربيع ب 4. يا ابني، اكتبها على الآلة.
سنة بأربعة أرباع فين ب 16. الأدب؟ أنا مش عايزك يعني تحلها من دماغك عشان ما تتلفنش. قاعد فين الأدب؟ لا قاعد فين دي؟ أصلا مش فاهمها، ممكن تعيدها تاني؟ طيب حاضر، يعني الاثنين. بص يا زياد، انت دلوقتي معاك اكس تربيع زائد واي تربيع، انا هعدها لك كلها من الاول. ها تمام. ماوس مان بيساوي ايه؟ بيساوي 17. طيب، وفي معادلة هو عطاها لك فوق، بيقول لك ان الاكس ماينس الواي بكام؟ بتلاتة. في مشكلة كده؟ كل اللي عايزك تبقى اخد بالك منه في الماوس، في حاجة غلط. المهم يعني ان انت بتاخد المعادلة بتاعت الدرجة الاولى دي وتعوض بيها في المعادلة بتاعت الدرجة التانية. في مشكلة؟ طيب، هل هنا الإكس في طرف لوحدها ولا المفروض إحنا نخلي الإكس في طرف لوحدها؟ الاكس تبقى في طرف لوحدها. طيب تعالى بقى نبص هنعمل كده إزاي. هناخد الإكس أهي ونودي الواي الناحية التانية، بقت واي زائد تلاتة. واي زائد إيه؟ ثلاثة. جميل أوي. ساعتها بقى هنشيل من المعادلة التانية الإكس ونعوض مكانها بواي زائد إيه؟ زائد تلاتة. حلو كده؟ طيب يلا شيل لي الإكس كده وحط لي مكانها واي زائد تلاتة. بقت واي زائد تلاتة تربيع تربيع زائد واي تربيع تساوي بيساوي 17. 17. حلو أوي. طيب أنا دلوقتي معايا براكت، معايا قوس، تمام كده، وعايز أفك البراكت ده. قال لك انت ليه فكه معينه، ايه هي؟ الاول باور 2 بلس الثاني باور 2 ثاني بارتو بلس الاول بس تايمز الثاني تايمز أول 2، ثاني تبقى 6 بقى. تمام كده؟ ودي هتنزل زي ما هي، ودخل الرقم جنب اخواته، ما تسيبوش بره، يعني دخل كده الرقم ده بالناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى نيجاتيف 17 بيساوي 0، صح كده؟ طيب اللي شبه بعض يبقوا مع بعض، هل في واي باور 2 غير دي؟ طيب اهي واحدة كمان صح؟ واي باور 2 واي باور 2 يبقوا كام؟ 2y 2 واي باور 2. طيب حلو قوي. نبدأ نشوف الوايات. معايا 6 واي، هل في حاجة تانية فيها بس وايات؟ 6 واي. لا يبقى بلس 6 واي. طيب متبقي لك رقمين، 9 ماينس 17. سالب ماينس 8. ماينس 8. ماينس 8 ايكوال 0. طيب حاجة من الاتنين، يا اما انت اول ما توصل هنا بتكتب دي على الآلة، اكتبها كده على الآلة وشوف النماذج اللي هتطلع، اكتب على الآلة، اكتب 2y وكده. المعاملات مش انت هتدوس مود 5 3 يبقى 2 6 سالب 8. اول واحدة بواحد، ايوه، يبقى الثانية اول واي بسالب 4. بس خلاص، يبقى الواي الاولانيه بواحد والواي التانيه بسالب 4. طيب انت عايز بقى تعرف قيم الاكس، هتاخد الواحد وتشيله او تعوض بيه مكان الواي، تمام كده، وهتشيل الواي ومرة تعوض بسالب 4، هيطلع لك قيمة هنا للاكس وقيمة هنا للاكس. صعب كده الكلام؟ طيب خد الكلام سكرين دلوقتي، وكده كده هبعت لك الفيديو، يعني انت فاهم. باخد سكرين ازاي من على اللاب؟ بص، في السيرش هنا حاجة اسمها سنيبنج تول. انا نسيت. بص، انزل كده هنا، اهو
سنيبنج تول، سنيبنج، اكتب سنيبنج كده اس ان اي طلعت ولا لا؟ طيب السنيبنج تول بيطلع لك حاجة زي الزائد كده اهو، منظرها كده زائد. بتاخدها وبعد كده بتسيف. هي قال لي ويندوز كي بلس شيفت بلس اس. اهو بص بص بص، انا دوست السنيبنج تول اهي، شفت البتاع اللي طلعت لي دي؟ اهي اهي. طيب بتدوس نيو، شايف الزائدة اللي طلعت لي؟ طيب الزائد دي انت بتحدد كده اهو، وبتدوس على زرار السيف اللي فوق تمام. معايا كده كده. انت في فيديو يعني هبعتهولك، فانت ممكن توصل لاخر حتة في الفيديو برضه معايا. في حاجة تانية زاد؟ طيب بالتوفيق، اتمنى بس اللي انت كده في حاجة تانية. قول البذور قول يا جدع، فجعتني. ماشي تعالى نحل الجذور. طريقة التحليل صفحة 8. لا دي لا نبتدي بقى بالأول. بص الجذور انا هقول لك فكرتها من خلال مسألة مسألتين. طيب تعالى هنا كده بص، ازاي لما اديك رقم زي 500 ده معايا، انا اعملها على الآلة واضرب ال اسمع بس اسمع، انت لو عارفها طب هتخليني اقولها لك ليه؟ ما انا لازم اقولها لك عشان تفهم. بص 500 دي لو انت جيت تعملها على الآلة، دوس كده جذر 500، خليك برضو ايه لماح، جذر 500 هيطلع لك 10 جذر 5. 10 جذر 5. طيب انت ما ينفعش تكتب له 10 جذر 5 كده على طول، هتبان اللي انت عاملها بالآلة مش عامل خطوات. طيب انت عايز تصيح عليه بقى وتعمل خطوات تعمل ايه؟ بص مش دي 10 جذر 5؟ طيب هتعمل لي جذر وجذر، جذر وايه وجذر. طيب ركز في الخطوة دي، مهمة مهمة مهمة. أول خطوة، أول جذر الخمسة دي هتنزل زي ما هي كده، في مشكلة؟ تمام. لا طيب والعشرة دي ربعها لي، العشرة دي إيه؟ مية 100. تمام كده، بس هو ده اللي أنا عايزه. يبقى أنت هتعمل لي إزاي جذر 500 اللي أنت طالبه؟ عبارة عن 10 أو 100 في جذر 5 بيساوي 10 جذر 5 اللي انت جبتها من الآلة على طول. صعب الكلام كده؟ ها؟ طب هو جذر 408 كام؟ طيب تعالى كده جذر 408، أي رقم في الدنيا هتكتبه على الآلة يلا جذر 408. طيب 2 جذر 102 صح؟ مش انت عملت كده على الآلة؟ جميل أوي، 2 جذر 102. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ركز في اللي هقوله، جذر وجذر. اول جذر بنكتب فيه 102، تاني جذر أربعة. 4. شكرا، نقطة اللي انا عايزه منك. طب هي ليه ال 180 دي بقى ليه طويلة قوي كده؟ طيب ال 180، تعال نحل ال 180. طيب جذر ال 180 بكام؟ 6 جذر 5 صح؟ 6 جذر 5. طيب هنعمل ايه؟ جذرين
اول واحد 5 والتاني ربع لي كده 36 36. 36. بس هو ده اللي انا عايزك تبقى انت عملته. انسى بقى كل الهبد اللي هو رزعه ده. استنى انت لو اجرب. عملت الاتنين دول كده ببعض هتطلع صح. سلام 180. انا خلاص كده، انا ان شاء الله خصوص بقى اللي هي القانون، القانون العام. طيب القانون العام هقوله لك بص، انت بيبقى معطيك معادلة تمام كده، يعني مثلا 5 اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 8 بيساوي 0 بيساوي ايه؟ طيب القانون العام بيقول لك ايه؟ سالب ب موجب او سالب جذر ب باور 2 ماينس 4 اي سي. مستوى نعم ثواني كده عشان بس واحد صاحبي بيتصل، عشان ايه؟ عشان مش ماشي، كنسل عليه. طب ما انت فاضل لك حاجة بسيطة اهي. انا عمال يتصل بيا عشان انا ما مش معرف اللي انا مش باخد درس، عشان ده ماشي تبع ماشي المدير. ماشي ايه يا ابني؟ ايه ماشي. لما اجي عشان انا براجع من الاول، لما اجي الكمبيوتر انا هفهم. لا لسه راجع، انا مش عارف كده عشان مش فاكر، بشوف من على اليوتيوب. لما اجي عليك احنا فاضيين لكم. لك مستر ايه يا ابني؟ النبي يلا بينا. طيب كنت هقول لك ايه؟ فدوت القانون العام بتاعك معايا؟ معاكم. طيب ايه هي الـ A والـ B والـ C؟ دي المعاملات. أول معامل هو ده الـ A. طيب تاني معامل تالت معامل اللي هو السي، فهتبدأ تعوض. هتشيل البي وتحط مكانها 3، هتشيل البي وتحط مكانها 3، هتشيل الاي وتحط مكانها 5، هتشيل السي وتحط مكانها سالب 8. انت فاهم يعني اجابة السؤال ده منها فيها، هو عطيك الاي والبي والسي، فانت مجرد على التعويض وتبقى انت حافظ القانون العام ده. لو انت مش حافظه مش هتحل معايا. واضح؟ معاك بس في حاجة تاني؟ اللي في صفحة 6، اللي هي عبارة عن ايه؟ حل المعادلات للدرجة الثانية. طيب حل معادلات الدرجة الثانية. مش يا ابني دي لسه قايلها لك اللي هي بالقلم. لا مش دي، دي لا حل المعادلات من الدرجة الثانية. صفحة 6. هي ايه بص، انت يقول لك ايه اكس ماينس واحد تربيع بيساوي 25، حلو كده؟ أنا عايز أحل المعادلة دي، فك لي كده البراكت دوت كده زاد. يبقى المراكب ده اكس باور 2 اكس باور 2 بلس 2 2. بلس، طيب أنت كده بتهبد، عارف ليه؟ لا ماينس. لا لا ليه لا بقى؟ بص كده الهبد اللي انت عمال تقوله. اقول لك بقى ايه الصح. فين القلم؟ الماوس معفرط.
طيب بالله عليك لغاية ما أخلص الحصة. بالظبط والله. المهم الاكس تربيع، ادي اكس تربيع يعني الاول تربيع زائد التاني تربيع سالب واحد تربيع بواحد، حلو كده مش باتنين يعني. طيب زائد الاول تايمز التاني تايمز تو يعني سالب، سالب ايه؟ سالب اتنين اكس اتنين. طيب الرقم ده ينفع يبقى بره ولا يخش جوه جنب اخواته؟ يخش جوه اه يلا نيجاتيف 25 ايكوال 0 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. يلا بينا، معايا اي حاجة هنا باور 2 ولا دي بس؟ دي بس. طيب معايا اكسات غير دي ولا دي بس؟ لا معاك اللي هي بتاعت التويت 2 اكس. طيب الارقام واحد وسالب 25 ما تجمعهم ليه كده؟ سالب 24. سالب 24 بس. لا على الآلة بقى. بس كده واعمل اه بالقانون بقى. او تعمل بالقانون العام لو هو طلب منك، لا هو عادي ولا حلها ازاي؟ لو طلب القانون العام هتطلع لي الاي والبي والسي وتعوض في القانون العام زيادة اللي لسه قايله دلوقتي. لا حلو هو طب لو من غير قانون عام بالآلة على طول اللي هو مود 5 3، أول حاجة هتكتب واحد وبعد كده سالب اتنين وبعد كده سالب 24، اكتبها كده على الآلة وشوف. انا عندي المود الايكويشن 3. ماشي مش مشكلة، المهم طالما هي 3 اختار 3 يعني تختار مود الايكويشن. اول واحدة قول لي كده واحد ارقامها. بلس واحد زائد جذر 3. اول واحدة واحد زائد جذر 3. متأكد انت اول معامل كتبته متكونش عندك كده كام يا زياد؟ واحد طيب وتاني معامل سالب اتنين وتالت معامل سالب اتنين. دي سالب 2 ولا سالب 24 يا ابني؟ سالب 24. ده انت عايز كده ايه، نظارة؟ محدش قال لي والله. طيب قول لي أول كام واحدة زياد؟ تبقى بإكس إكس بكام؟ بإكس أو إكس واحد بإكس في حاجة بستة اسمها اكس ولا إيه؟ واحد تكسب باكس يا ابني؟ اكس واحد بكام يا ابني؟ بستة بستة. تاني واحدة بسالب أربعة. ماشي يعني واحد وسالب أربعة، هو أقولهم لك أهو. استنى أدي أهو، ستة وسالب أربعة. الماوس فيه إيه؟ فيه أهو. تمام كده معايا؟ معاك اهو. في حاجة تاني؟ تمام كده. ثواني، ايه المسائل المتنوعة دي اللي هي تحت دي؟ دول نفس الفكرة بالملي. تعالى كده انا هقول لك ايه فكرتهم كده شفوي. ماشي عشان الماوس بس خلاص بدأ يخرف يعني. اول واحدة بيقول لك ايه، اكس ماينس 5 تربيع. هنعمل ايه في القوس دوت؟ هنفكه. الاول تربيع زائد التاني تربيع زائد الاول تايمز التاني تايمز اتنين. معايا؟ معاكم. طيب الأول تربيع يعني إكس تربيع زائد التاني تربيع يبقى 25. 25 طيب زائد إكس تايمز نيجاتيف 5 تايمز 2 يعني نيجاتيف 10 إكس، نيجاتيف 10 إكس يعني. تمام؟ وهتقوم مدخل جنبهم مين؟ السالب 36. تمام؟ وتبدأ تشوف بقى التقسيم ورتب وترتب وتقوم عاملها على الآلة. بس كده. بس والباقي نفس الكلام والله. دي نفس الكلام، هتفك البراكت ازاي؟ الاول تربيع يعني هتبقى 2 اكس تربيع يبقى 4 اكس تربيع زائد التاني تربيع 3 تربيع ب9 زائد الاول تايمز التاني تايمز 2. الاول تايمز التاني تايمز ايه 2. طيب 2 في 3 ب6 في 2 ب12 يبقى زائد 12 اكس زائد 12 ايه اكس. هتقوم مدخل دي جنبها وتكمل. في مشكلة؟
شوف كده كل حاجة تمام. انت كده في حاجة ناقصاك؟ في المرافق طيب تعالى المرافق. صفحة 3، أنا إزاي أعرف إن ده هو عايزنا لو انت عايزنا عندك أشيل ال المقام، بص، انت بتشتغل مرافق لما انت بتبص على المقام. لما ايه؟ طب ما هو المقام ساعتها بيبقى بجذر، بيبقى فيه فوق جذر وتحت جذر، فأنا مش عارف بيبقى عايز بص، اكس مثلا ماينس جذر 3، حلو كده؟ طيب وفوق ايا يكن بقى الرقم اللي عندك ايه، مش هيفرق معايا يعني. طيب هنقوم عاملين فيه اكس زائد جذر 3 على اكس الفورس وزائد جذر. على اكس زائد جذر 3. طيب بص، عشان الماوس باظ، يبقى اكس زائد جذر 3 على ايه؟ لا يا اكس زائد جذر جدعان، 3، تمام كده؟ طيب هحاول اهو معاك، بس هو الفكرة ان هو عطل يعني. المهم اكس زائد جذر 3، بص المنظر، على اكس زائد جذر 3. كتر خيره زياد والله. استحملنا الساعتين دول. اه والله. طيب جميل. طيب مش هنا كان في اكس ماينس جذر 3؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ اكس في اكس باكس باور 2. طيب جذر 3 بجذر 3 بثلاثة. ب 3، يبقى ده اللي تحت معايا معك بس، وتبدأ تشوف ايه فوق ممكن يتفك عشان يضيع معاك. في مشكلة؟ لا طيب انت اقعد حل، يهمني اللي انت تقعد تحل دلوقتي يعني. انت ما في اللي هي المسائل المتنوعة دي هقعد احلها تقعد تحل وتبعت لي، انت فاهم ازاي؟ ماشي تمام. ماشي يا زياد، انا طمني عليك بكره كده، قول لي الدنيا هتبقى معاك ايه، دي اول نقطه، وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه كده وتطلع فرحان يعني، انت فاهم؟ إن وما شاء الله تقلقش يا كده كده، رب. المدرسه يعني بيقعدوا ينزلوا وبتاع والدنيا بتعدي، انت المهم السنه الجايه ان شاء الله يعني، إن شاء الله يا رب. انت فاهم ازاي؟ ماشي يا زياد، عايز حاجة بس؟ لا ربنا يخليك يا زياد حبيبي، انا مش منك لازم ننزل على اليوتيوب باين والله. ان شاء الله، حاجة هبعتهولك. حاضر حاضر، عينيا الاثنين. ماشي يا زياد، ماشي يا عم، تصبح على خير.